Assis, Fee. Okay. Assis, Fee. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit à mon papa? Tu m'as dit. Tu veux ضحك, Mao? Assis, Fee. Tu veux ضحك. الفكرة أنا جتني من سنتين تقريبا، كان عيد وكانوا أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية، فصار انفجار بالألعاب النارية وهيك، يعني أولاد عم يلعبوا، فالبنت خافت، ففورا أنا طالعتها وقلت لها لا يعني عادي، هدول أولاد عم يلعبوا يعني ما لا تخافي يعني. هلق بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكرة أنه شغلي منيحة، بما أنه اقتنعت يعني هي أنه بالفعل هذا أولاد عم يلعبوا، فصرت كل ما تجي الطيارة أو كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول الأولاد عم يلعبوا وكذا، هذا عيد ميلاد، هذا عيد كذا، يعني قدر الإمكان أنه حاول أنه فهم أنه هذا شيء ما هو سيء. كان عم بيصير في قصف، هذا الفيديو اللي نشرته كان عم بيصير قصف، ففورا طلعت الجوال لأنه شفتها بدها تخاف أو كذا، طلعت الجوال وصورتها وقلت لها شوي طيارة، قالت لا قذيفة، فهي صارت تفهم إنه هاي في قذيفة وطيارة، بس ظلت عم تضحك. سلوى تطلع قذيفة هلا، اسمعي اسمعي كيف طلعت؟ بدنا بس الأطفال تعيش حياة كريمة، بس لا أكثر ولا أقل، طموحات ما ضل عنا، تمام؟ طموحنا الأول إنه نعيش حياة ما فيها قصف ولا فيها طيران، والولاد يتعلموا ويكملوا حياتهم بس. طلعت.